اهلا اهلا بسيد الرجاله. عامله لك وكل هتاكل صوابعك وراه. انت كنت فين؟ كنت فين ايه؟ كنت في المكتب. مكتب؟ مكتب ايه يا روح الروح؟ انت كنت مع واحدة. واحدة ايه انت التانية؟ شم، عاوزك تشم زين يا ولد عبد الحكيم. ايه ولد عبد الحكيم ده ايه؟ انت ايه؟ انت افوك اتخلع خلاص. امك عايزة تجوزك صح؟ رحت معها لمين؟ شفت مين وقعدت معها يا مروان؟ انت اتخبلتي خلاص. اتخبلتي؟ انا مش خبلانة، انا عارفة انا بقول ايه ومش هسيبك الا لما تقول لي انت كنت مع مين. لا انت اتجننتي. مش هتطلع يا مروان الا لما تجر وتعترف انت كنت مع مين. ابعدي من وجهي دلوقتي. ابعد انا عشان غيري يقعد؟ ما انت خلاص زهقت مني وعايز تغير فرشتك. واسم الله عليك محلو ومسبسب وماشيلي في البلد يا ما هنا يا ما هناك. ديك يا اخواتي. وطبعا حارمي البلد كلها مش شايفة غيرك. امال مال وحسب ونسب واكبر عيله في البلد تتمنى تجوزك بنتها حتى لو كنت متجوز صح؟ هو انت عارفه كل حاجه وعي وشاطره، يعني ممكن جوزك يروح منك في اي لحظه بسبب عمايلك دي.